السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. المهم اليوم جيت غادي ندير معكم واحد ليكيش. بصراحة انا هذه هي الكيش المفضلة عندي، كنحبها بزاف. المهم غادي نمشيو، سمحوا لي غادي نمشيو للمقادير. مقادير كيدخلوا لنا هنايا، عندنا هنا راس معلقه ديال الابزار، عندي هنايا نص معلقه صغيره ديال الملحه، وعندي هنايا 10 ديال السوغيمي مقطعين، هما كيكونوا لهذا الشكل هكا، يعني راهم كيعرفوهم الناس. المهم عندي هنايا 3 ديال البيضات، عندي هنا كاس صغير ديال الحليب، عندي هنايا كريم فريش، عندي هنايا الطون ناتشور، يعني طبيعي غير ديال الماء ماشي ديال الزيت. عندي هنايا بات فايتي انا كنستعمل هاد الماركه، هادي ما كيكون فيها حتى شي حاجه. المهم غادي نمشيو على بركه الله، غادي نهرس هاد 3 البيضات ان شاء الله. المهم غادي ندير هاد 3 ديال البيضات، ولا غادي نضيف عليهم الملحه ما كنكتروش فيها بزاف صراحه، باش ما تجيناش هادشي ما غاديش نديرو كامل، غادي نقص واحد شويه حيت دغيا كتشد فيها الملحه. عندي هنايا راس المعلقه ديال الابزار، صافي هادشي اللي كندخل، ما غنزيد حتى شي حاجه اخرى. ودابا غادي ندرب هادشي هذا وغادي نرجع معكم. من بعد البنات ما خلطت البيض، غادي نضيف هاد الكاس ديال الحليب اللي هو كاس صغير، هذا كاس تركي، غادي نضيفو كله وغادي نزيد نخلط. ومن بعد غادي ندير كريم فريش. دابا البنات غادي نزيد كريم فريش، غادي نضيفو كله. وغادي نخلطو. صراحة كتجي زوينة بنات بزاف، أنا كتعجبني، كتجي خفيفة. على فكره ما كان كيدير فيها حتى شي حاجه اخرى، كاين اللي كيديرها ديال الخضره، هذه سهله وما فيهاش المقادير، يعني هذه سهله حتى في المقادير ديالها، يعني دغيا كتوجد، دغيا كدير، دغيا كتوجد، وكتجي زوين، المذاق ديالها زوين بزاف. دابا غادي نصوب هذه الطفايتي، بحكم كتكون البلاصه بارده كتكون مجموعه هكا، انا نحلها بحال هكا بالمقلوب كما راكم تشوفوا معايا، وعاد نرجع نردها كما كانت باش نردها كيفاش غتكون محلوله، يعني هكا عاد غادي نقلب لها الجهه هذه هكا باش ما تجيناش هاد الكغل ديالها، يبقى هو اللي غادي نديروها به. فايتين انا كنستعمل هذه الماركه هذه من حيث ما كيكونش فيها لا جيلاتين لا حتى شي حاجه، يعني اللي هي اي حرام. فوالا
ديال البلاستيك ديالها مشكل ديال الكاغيط ديالها. هنا غادي نزيدها هكا، نديرها هكا في المطاط الصغيرة ديريكس. ولا البنات من بعد ما حيدت لها داك الزائد ديال لي بابي ديالها، دابا غادي نتقبوها هكا بفرشيط، نتقبوها على الطريقه بحال هكا باش ما تنفخش حيت فيها الخميره. كاين اللي كيديرها في الدار، بصراحه انا كتجيني سهله باش نشريها على نديرها في الدار، يعني تقريبا بحال بحال، كتطلب عاد الوقت كثير باش تصوبها في الدار، خصك مع شحال المره تطلقها باش تطلقها بالزبده، فيها يعني تعب على نشريها انا واجده. نشريها واجده يكون احسن هكا. المهم نثقبها كامله الفرشيط هكا باش ما ت... من بعد البنات غادي نسرح الطن، فيها الطن ديالي غادي نسرحو كله، يعني غادي نديرها كامله. هذه كتقام يعني سهله، وسهله في كل شيء بصراحه، كتغي كتوجد سهله، ما فيهاش قوه المقادير، يعني خفيفه في كل شيء، وكتجي حتى في الماكله ديالها كتجي خفيفه بصراحه، كتجي زوينه بزاف. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. المهم هكا ما كنخطى حتى شي بلاصه، كنسرحها فيها كلها ورا. صافي هكا عندنا اليوم الشميش ما شاء الله جوزين. وهدي هاد كريم فريش مع البيض، غادي نبداو نخويو هكا من الفوق عليا كلها. نحاولو نوصلو كلها ل صافي. الى شاطتنا شي حاجه ماشي مشكل، هادي نقدرو نديرها في واحد الطباسل صغير، ونقدرو نديرها حتى الفران طيب، يعني بالنسبه للصوص نقدرو نديرها كلها واخا تطلع، يعني انا في النظر ديالي واخا غادي تخرج من هنا. اكتفي بهادشي هكا، وندخلها للفران بيد ما طيب، ونتلاقاو نشوفو كي غادي تجي الشكل النهائي. وهاني لما خرجتها البنات انتما كتشوفو مازال سخونه، عاد كي نزلتها مازال سخونه بصراحه، وجايه زوينه، جايه محمره، جايه ناشفه من الداخل، ما جايش فيها لا ما لا حتى شي حاجه. وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ودابا غادي نقطع لكم مرسو باش تشوفوها كي جايه من الداخل، يعني جايه طايبه وكتجي بنينه وتستحق تجربه البنات.
ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش في اللايكات واشتراك في القناة ديال بالك باري فلوغ. ودابا هنا غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي كيفاش راه ناشفه من الداخل، كيفاش جات، راه مازال سخون كما راكم تشوفوا. وشكرا لكم جميع، نشكركم بزاف 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 بزاف، ونقول لكم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.